وزيرة الثقافة، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أستاذة فلسفة في جامعة الجزائر. وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، دبلوم اقتصاد تنمية زائد ماستر في الاقتصاد الذكي والتسيير الإبداعي. وزير الشباب والرياضة السيد علي خالدي من خريجي المدرسة العليا للإدارة، شهادة عليا في الدبلوماسية، كان مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول. وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، محامية. وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي إبراهيم، شهادة مفتش عام للضرائب، مستشار متخصص في القضايا الصناعية. وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، وهو الوزير الحالي. وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، شهادة مهندس دولة في البنايات. وزير التجارة كمال رزيق، أستاذ في الاقتصاد بجامعة البليدة. وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر، أستاذ في القانون الدولي للتنمية وصحافي معروف. وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي، مهندس في الهندسة المعمارية ووزير سابق للأشغال العمومية. وزير الموارد المائية براقي أرزقي، مهندس دولة في الموارد المائية، مدير الوكالة الوطنية للسدود. وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي حسان مرموري، دكتوراه في العلم الاجتماع جامعة الجزائر، وزير سابق. وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أستاذ في الطب العاصمة. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، دكتور في الطب، مدير عام صندوق كاسنوس. وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار، شهادة ليسانس في العلوم القانونية، نائب في البرلمان. وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، أستاذة في جامعة وهران، مهندس دولة في الإلكترونيات. وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، ماجستير علوم زراعية، مهندس دولة وهو وزير سابق. وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان، مستشار في وزارة التكنولوجيات، مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفة، كاتب دولة سابق لدى الوزير الأول، مكلف بالدراسات الاستشرافية والإحصائيات. الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية فؤاد شحات، دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، أستاذ في الاقتصاد والتنمية الزراعية. الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية دكتور عيسى بكاي، دكتور في قانون الأعمال، مدير عام بوزارة التجارة. الوزير المنتدب المكلف بالمواد المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي، والوزير لطفي دراسات عليا في الصيدلة ونقيب منظمة الصيدلة. الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة سيد الشيخ، مدير الملتقيات الدولية للطريقة الشيخية، مهندس دولة في البيئة والمحيط. الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات نسيم الضياف، شهادة تخصص في الهندسة المائية. الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، مؤسسة ستارت أب ومستشار
في ومستشار في السيبر سيبرناتيك الأمنية في ودكتور في الطب. كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان دبلوماسي والأمين العام لوزارة الخارجية حاليا. كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحايري ممثل ومخرج. كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادا شهادة من المعهد الوطني العالي للموسيقى دكتور في الطب العام ماستر في البحوث الموسيقية. كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة نور الدين مرسلي شهادة مستشار في الرياضة من جامعة كاليفورنيا ومستشار بوزارة الشباب والرياضة وسفير المجلس الأولمبي الجزائري. الأمين العام للحكومة يحيى بخاري ليسانس حقوق من جامعة الجزائر ماجستير حقوق مكلف بمهمة في الأمانة العامة للحكومة. إذن هذه هي قائمة الحكومة الجديدة، وهي حكومة كما تابعتم مؤلفة من 39 عضو منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين، 4 كتاب دولة، وأصغر وزير في هذه الحكومة هو السيد ياسين وليد، وهو وزير منتدب لمؤسسة ستارت اب، يعني المؤسسات الناشئة، وعمره 26 سنة. كما ترون هذه الحكومة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأحد القادم برئاسة السيد رئيس الجمهورية ضمن مجلس الوزراء، وبعدها تنطلق مباشرة على بركة الله في عملها بإعداد مخطط العمل وعرضه على مجلس الوزراء، وبعد مصادقة مجلس الوزراء يعرض الموضوع من جديد على البرلمان بغرفتيه، يناقش في المجلس الشعبي الوطني ثم يصادق عليه، وبعده ينقل إلى المجلس الأمة الذي يصادق عليه، ومن ثم تنطلق إن شاء الله هذه الحكومة على بركة الله. إذن هذه الحكومة بالكفاءات المعروضة الآن هي تمثل أو تعلن أو تعبر أو تؤكد أن الانطلاق التغيير الفعلي في المجال الاقتصادي أو التجسيد الفعلي للتغيير في المجال الاقتصادي قد انطلق الآن طبقا للوعود التي أدلى بها السيد رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية، والتي أكدها كالتزام نهائي منه أثناء أداء اليمين الدستورية. ربما لاحظتم أن في هذه الوزارة، فوق الوزارة جديدة هي المكلفة بالستارت اب، هذا شيء جديد مستحدث جديد، ويساعد الوزير المكلف بهذه الوزارة عضواني كاتب دولة ووزير منتدب. هذه إذن بعض الملاحظات العامة الأولية عن هذه الحكومة التي كما قلت لكم ستنطلق في عملها إن شاء الله يوم السبت باجتماع مجلس الوزراء.